السلام عليكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. فرت عناصر تنظيم القاعدة من مديرية حجر بمحافظة حضرموت بعد يومين من دخولها المديرية إثر مواجهات مع قوات النخبة الحضرمية المدعومة من الإمارات. وأعلنت قيادة المنطقة العسكرية الثانية تحرير أرياف المكلا والسيطرة على وادي المسيني. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نناقش هذا الموضوع في محورين: طبيعة المعارك الدائرة بين قوات النخبة وتنظيم القاعدة في حضرموت، والتهديدات المحتملة لتنظيم القاعدة والتخوفات من عودتها مرة أخرى. أعلن محافظ حضرموت وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج البحسني تأمين وادي حضرموت بالكامل، وأكد المحافظ انتهاء المعارك مع تنظيم القاعدة في وادي المسني، وكانت المكلا قد شهدت مواجهات بين قوات النخبة والقاعدة خلال اليومين الماضيين انتهت بخروج عناصر القاعدة من المواقع التي سيطرت عليها قبل يومين. نتابع التقرير. وسط غموض يلف سيطرته وانسحابه، خرج تنظيم القاعدة من مديرية حجر بحضرموت بعد يومين من انتشاره فيها. الأنباء الواردة من حضرموت أكدت انسحاب عناصر القاعدة من مواقعهم في الأطراف الشرقية من مديرية حجر. ووفق مصادر إعلامية فإن أفرادا من تنظيم القاعدة فروا باتجاه مديرية يبعث، بينما هرب آخرون نحو محافظة شبوة. قيادة المنطقة العسكرية الثانية أعلنت تحرير أرياف المكلا من تنظيم القاعدة. وقال محافظ المحافظة قائد المنطقة الثانية اللواء فرج البحسني إن العمليات العسكرية انتهت بالسيطرة على وادي المسيني، مؤكدا تأمين الجيش لوادي حضرموت. مصادر عسكرية أوضحت أن قوات النخبة الحضرمية المدعومة من الإمارات وبإسناد جوي كثيف من مقاتلات التحالف هي من تولت تنفيذ العمليات العسكرية ضد القاعدة. وأكدت المصادر مقتل أكثر من 20 من عناصر القاعدة. كان تنظيم القاعدة قد سيطر على المكلا أوائل 2015 واستمر فيها لمدة عام، وخرج منها في إبريل 2016 بعد مواجهات مع قوات النخبة الحضرمية. العملية العسكرية ضد تنظيم القاعدة بحضرموت التي استمرت يومين انتهت بطرد التنظيم من وادي المسيني ومديرية حجر، في ظل تساؤلات عن طبيعة المواجهات الدائرة مع القاعدة وتخوفات من إمكانية عودتها مرة أخرى. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع الصحفي مطيع بامزاحم من المكلا. مرحبا بك أستاذ مطيع. أهلا وسهلا بكم وبكل مشاهديكم. أهلا بك أستاذ مطيع. في البداية ضعنا بتفاصيل هذه العملية العسكرية التي انطلقت لمتابعة عناصر القاعدة وتم تحرير هذه المناطق التي كانت مستهدفة في الوادي المسيني ومديرية حجر بشكل كامل من القاعدة. نعم، طبعا العملية انطلقت يوم الجمعة الماضية وأطلقت عليها قيادة المنطقة العسكرية الثانية عملية الفيصل. تحركت القوات على ثلاثة محاور وقطعت كل خطوط الإمداد للجماعات المسلحة في وادي المسيني. فرضت تلك القوات المشاركة في الحملة وهي من قوات النخبة الحضرمية وتشكيلات الاستخباراتية والفرق الهندسية وغيرها حصارا مطلقا على الوادي، استمر يوم الجمعة والسبت والأحد ليبدأ الاقتحام الفعلي والتنفيذ الفعلي للعملية يوم الاثنين الماضي. وانتهت العملية تمت السيطرة على الوكر الأساسي لتلك الجماعات المسلحة يوم الاثنين. أسفر طبعا المواجهات عن استشهاد تقريبا 4 من جنود النخبة الحضرمية وجرح ما يقارب 8 أو 7، هم الآن في المستشفيات يتلقون العلاج وإصاباتهم ما بين خفيفة ومتوسطة. أيضا أسفرت العملية عن مقتل ما يقارب 20 من بقايا العناصر الإرهابية الذين تحصنوا في وادي المسيني. طبعا قيادة المنطقة العسكرية الثانية وناطقها الرسمي وأيضا محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية أعلنوا يوم الاثنين الماضي عن انتهاء أو انتهاء الجزء الأكبر من العملية. استمرت خلال الأيام التي تلت يوم الاثنين عمليات تفكيك الألغام من قبل الفرق الهندسية وأيضا مطاردة من فروا
من عناصر التنظيمات الإرهابية في الوادي وادي المسيني. نعم. طبعا وادي المسيني وادي كبير جدا ووعر وفيه يعني مخابئ مناسبة جدا لتلك الجماعات الإرهابية. استطاعت القوات يعني بالتعاون مع والتنسيق مع جهاز التحالف العربي من بسط السيطرة التامة على الوادي الشاسع والكبير والمحادي لمديرية حجر، وهو واقع في مديرية بروم ميفع الواقع إلى الغرب من مدينة المكلا، وقد زار المحافظ فرج سلمين البحتني الوادي يوم الجمعة الماضية يوم أمس، ووصل إلى آخر الخطوط يعني أو دعنا نقول الخطوط الأمامية أو آخر الوادي، وهناك التقى بالجنود المشاركين في تلك الحملة وهنأهم على النصر وأيضا شد من أزرهم. طيب مطيع نعم. في مديرية حجر كان هناك أنباء تقول بأنه بعد طرد عناصر القاعدة عادوا من جديد ومن ثم تم إخراجهم، هل الآن فعلا خلاص تم السيطرة على مديرية حجر وطردهم منها نهائيا، أم هناك احتمالات لعودة هذه العناصر؟ نعم، ما حصل في مديرية حجر هو ليس سيطرة من قبل عناصر التنظيم، وإنما هي يعني بعض من هربوا من وادي المسيني استطاعوا الوصول طبعا إلى مديرية حجر، لأن حجر أصلا محادية تماما لوادي المسيني وعلى حدود وادي المسيني. ربما يعني المصادر خاصة تقول بأن هناك ربما عناصر مهمة من جماعات التنظيم استطاعت الهروب من منطقة وادي المسيني مشيا على الأقدام، وهناك أيضا عناصر أخرى من التنظيم كذلك استقبلوهم في مديرية حجر، وقد وصلوا بحسب بعض المصادر من خارج المحافظة إلى مديرية حجر عبر طرق يعني طرق معروفة في وادي حجر، وهي أيضا مرتبطة ربما يعني بالمحافظات المجاورة. كان هدف دخولهم إلى منطقة حجر إخراج تلك العناصر، وأيضا يعني التزود بالزاد لمواصلة طريقهم ربما إلى خارج محافظة حضرموت. نعم. هذا بحسب يعني المصادر العسكرية التي يعني أفادنا بها قيادات في المنطقة العسكرية الثانية. نعم. أستاذ مطيع، الآن القاعدة هي لم تكن سيطرة. نعم. يعني بالمعنى المعروف، وإنما فقط كانت خطوات لتأمين خروج تلك العناصر. طيب. من قبل أيضا جماعات مرتبطة بها، وقد يعني وصل إلى جهاز التحالف وجهاز النخبة الحضرمية تلك الأنباء، وكنا وقتها في وادي المسيني برفقة العديد من القنوات الفضائية، وأخبرنا يعني القادة الميدانيين بأن تلك الأهداف رصدت وربما سيقوم التحالف بقصفها في وقت لاحق. نعم. طيب أستاذ مطيع، الآن بعد أن تم دحر عناصر القاعدة من مديرية حجر ومن وادي المسيني، ما هي الوجهة التي يعني ذهبوا إليها بعد ملاحقتهم ومطاردتهم؟ طبعا هذا السؤال الذي يطرح دائما يعني عقب كل حملة تقوم بها القوات سواء هنا في ساحل حضرموت أو في غيرها من المحافظات، يتم هروب لبعض العناصر إلى أماكن مختلفة. لا ندري يعني بالضبط إلى أين يتجهون، لكن المرجح بأنه يتم الهروب ربما إلى المناطق التي تشهد يعني توترا، أو ربما يتجهون صوب بعض المحافظات كمحافظة البيضاء، أو ربما إلى بعض المناطق في وادي حضرموت، أو ربما إلى الوديان الشاسعة يعني المترامية في الأطراف سواء داخل حضرموت نفسها أو ربما على الحدود أو على المحافظات المحادية لحضرموت يعني كشبوة أو ربما الصحاري المختلفة. ما رد يعني التأكيد عليه بأن يعني بانتهاء هذه العملية عملية الفيصل يصبح ساحل حضرموت تقريبا يعني بالكامل مؤمن من بقايا تلك العناصر بعد الحملة التي قام بها الجيش في العام 2006. طبعا يعني دخول المكلا وتحرير المكلا وبقية مناطق ساحل حضرموت في العام 2006 تقريبا يعني قضى على كل الجماعات المسلحة الإرهابية من تنظيم القاعدة وغيرها من التنظيمات الأخرى في كافة مديريات الساحل في حضرموت، وفرت تلك العناصر إلى وادي المسيني، واتخذت من ذلك الوادي مقرا آخر
لتنظيم صفوفها ولأيضا القيام ببعض التجهيزات لتنفيذ بعض العمليات الإرهابية في المدن المختلفة. وقد قام الجيش في العام الماضي يعني في نفس هذا الوقت من العام الماضي بحملة من أجل الزراعة على تلك العناصر، لكن تلك الحملة يعني لم تحقق أهدافها، واليوم بعد مرور تقريبا ما يقارب العام أعاد الجيش والقوات المخبر الحضرمية الكرة مرة أخرى، ولكن هذه المرة بترتيبات أكبر وبدعم ومن التحالف أكبر وأيضا بمعلومات استخباراتية أكبر يعني، وكانت النتائج تقريبا يعني مرضية، وحققت الحملة أهدافها بتحرير أو بتطهير الوادي الأخير الذي يسيطر عليه أو الذي تتمركز فيه تلك الجماعات المسلحة في مناطق حضرموت الساحل، وبذلك تصبح المنطقة الغربية أو مدخل محافظة حضرموت من الجهة الغربية مؤمنة بالكامل. وربما يعني تتم خلال الأيام الماضية ملاحقة بعض العناصر التي ربما هربت باتجاه مثلا مديرية وادي مديرية حجر أيضا، وهي مديرية يعني مترامية الأطراف وشاسعة جدا وتحتاج إلى ربما تجهيزات أكبر إذا يعني ثبت أو صحت المعلومات التي تقول بأنهم سيتواجدون فيها. لكن المعلومات المؤكدة لدينا بأن العناصر التي ظهرت في مثلا في مديرية وادي حجر هي كانت فقط يعني مارة مرور الكرام على تلك المديرية وهاربة باتجاه مناطق أو ربما محافظات يعني أكثر أمنا لهم، وفيها عناصر أيضا متواجدة من معتنقي هذا الفكر ومن المنضويين تحت لواء التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم القاعدة. طيب ابقى معي أستاذ مطيع ونشارك معنا في الحديث المحلل السياسي والباحث في الشؤون الإسلامية الأستاذ نبيل البكيري. مرحبا بك أستاذ نبيل. أهلا وسهلا بك أستاذ نبيل. من خلال متابعتك لأكثر من مرة يتم تحرير مناطق الجنوب سواء كان في أبين أو شبوة أو حضرموت من عناصر القاعدة، يتم انسحابهم ثم عودتهم، كيف تفسر هذه العمليات العسكرية التي دائما يعني تعلن في النهاية بأنها تم تحرير هذه المناطق من تنظيم القاعدة، فجأة تعود هذه العناصر من جديد؟ لا شك أن ملف الإرهاب والملف الجماعات الإرهابية في اليمن هو من الملفات التي أصبحت تقع في دائرة الملفات أو الأوراق السياسية التي يتم التلاعب بها. ظاهرة الإرهاب في اليمن هي ظاهرة ليست ظاهرة طبيعية، هي ظاهرة فيها الكثير من المواربة والارتباك وأيضا التعاطي الغير دقيق فيما يتعلق بهذا الملف. بمعنى آخر أن جماعة الإرهاب أو الإرهابيين دخلوا بشكل كبير فيما يتعلق باستخدامهم كورقة من أوراق الصراع السياسي بين جميع الفرق السياسيين، وبالتالي لا نستطيع أن نقول أن هذه الجماعات الإرهابية لها ذلك الثقل ولها ذلك التمركز والتموضع في هذه المناطق بقدر ما يتم استخدامها من قبل بعض الأطراف من قبل بعض الأجهزة المخابراتية والدولية وتحقيق حضور ما في هذه المناطق يتم التحكم بوجود هذه الجماعات بحسب اللاعب الأكبر أو الموجود على المشهد السياسي والمشهد الأمني من هذه القوى يعني التي دخلت مؤخرا في خط الأزمة في اليمن. يعني بمعنى آخر أفهم من كلامك أستاذ نبيل بأن عناصر تنظيم القاعدة أو الإرهاب في اليمن هي عبارة عن أدوات تنفذ أجندات وتحكم بها من هم يعني لاعبين أكبر سواء محليين أو دوليين، أليس كذلك؟ طبعا الجماعات الإرهابية هي جماعات موجودة فعلا وفي هناك جماعات ولها تواجد ولها أفكار ولها رؤى، لكن في الأخير أنا باعتقادي فيما يتعلق بالموضوع هذا بالذات وفي اليمن تحديدا يتم اختراق هذه الجماعات وتوجيهها مخابراتيا في أكثر من مرة. الشاهد في هذا السياق انه الجماعات الارهابيه منذ نشاتها في اليمن وهي يتم التعاطي او يتم تفجير هذه وتفخيخ هذه الجماعات ودفعها الى احداث خلل امني في المنظومه الامنيه للبلاد كلما اشتدت الازمات السياسيه، في دلاله واضحه على ان هذه الجماعات يتم استخدامها وتفخيخها سياسيا ويتم بالتالي توظيفها في مسار الصراع السياسي الجاري بين الأطراف اليمنية. وبالتالي اليوم أنا باعتقادي من أهم الشواهد على استخدام هذه الجماعة هو ما نراه من معارك وهمية يتم التعاطي معها وتوخيمها إعلاميا، فيما في حقيقة الأمر هي نوع من الانسحابات وأشبه بمسرحية واضحة، وهذا الذي قاد السلطات الحاكمة الأمنية في
ما هي العمليات التي تقصد أستاذ نبيل بأنها عبارة عن يعني مسرحيات وليست فعلا يعني مثل وهي انسحابات حقيقة؟ تحرير المكلا قبل عام من الآن أو قبل عام ونصف من الآن حينما تم تحرير المكلا يعني تم تحريرها ولم يسقط هناك قتيل واحد ولم يتم هناك أسر أحد، مع أنها معركة تفترض معركة كبيرة ونوعية، لكن بالأخير طلع أنه ليس هناك سوى جماعات يتم تحويلها ونقلها من مكان لآخر لتأدية نفس الوظيفة التي تؤديها في المسرح السياسي اليوم. نعم. طيب أعود للصحفي مطيع با مزاحم. أستاذ مطيع، الأستاذ نبيل يقول أن يعني ما يحدث في المكلا قبل عام وما حدث اليوم هي عبارة عن انسحابات، وما حصل في المكلا قبل عامين عندما انسحبت عناصر القاعدة لم يسقط قتيل واحد، وهذا يؤكد أن هذه العناصر هي مرتبطة بمن يسيرها ويستخدمها في الوقت المناسب. طبعا يعني أختلف ربما في كثير مما قاله ضيفك الكريم حول هذه النقطة بالتحديد. طبعا لا أحد ينكر بأن تلك الجماعات صحيح مرتبطة بالكثير من القوى المتنفذة في الدولة سواء كانت عسكرية أو حتى قوى سياسية، لكن متى ما وجدت تلك العناصر الإرهابية قيادات صادقة وقيادات يعني تريد الحسم في ملفات وقضايا الإرهاب، فإن تلك القوى يعني بسرعة تنهار وأيضا وبسرعة تنسحب وربما بسرعة يعني تستسلم لتلك القوات. لكن إذا وجدت الملاذ الآمن وإذا وجدت التطمينات المناسبة من قبل القيادات العسكرية وربما السياسية فإنها تبقى. طبعا تجربة محاربة القاعدة في حضرموت كانت تجربة يعني ربما يعني نوعية أو متميزة بخلاف بقية المحافظات، لأول مرة يعني تكون هناك قيادة سياسية جادة في محاربة الإرهاب، كذلك أيضا قوة عسكرية مرتبة ومدربة تدريبا عاليا أيضا جادين في محاربة الإرهاب، وهو الأمر الذي يعني عجل بزوالهم وخروجهم من كافة مديريات ساحل حضرموت. صحيح أن هناك أسماء كبيرة من هذا التنظيم هي لا زالت مختفية أو لم يتم تصفيتها وقتلها، لكن تلك العناصر يعني عند حدوث المواجهات الحديدية وعند يعني بدء العمليات الجادة من قبل قوات النخبة وغيرها من القوات الأخرى هي بالأساس أصلا تحرك في أول المواجهات ويتم يعني ربما تأمين خروجها عبر جهات مختلفة. أشكرك. إلى محافظات أو إلى مناطق أكثر أمنا لحين ربما أشكرك يأتي دورها في التصفية من قبل الطيران بدون طيار أو غيرها. شكرا شكرا جزيلا لك أستاذ مطيع. نعم أشكرك جزيل الشكر المطيع بمزاحم الصحفي، كنت معنا من المكلا. ونرحب بالباحث في شؤون الإرهاب الدكتور سعيد الجمحي. دكتور سعيد مساء الخير. أهلا وسهلا. مساء النور. مرحبا بك دكتور. كيف أو في البداية تصف ما حصل في المكلا من عملية عسكرية كبيرة انتهت بتحرير مديرية الحجر وادي المسني من عناصر تنظيم القاعدة في وقت يقول الكثير أو البعض من بأنها عبارة عن انسحابات وليست معركة حقيقية، ما رأيك؟ لا، الواقع أشهد بأنها بالفعل كانت معركة حقيقية وهناك مواجهات، ورأينا بعض الصور والأسماء التي نشرت من القتلى والجرحى. لا يمكن إحداث يعني مسرحية أو إحداث يعني ترقعة بمثل هذا الحجم، هذا واضح من المواجهات، وهذه المنطقة أيضا كانوا يشهدوا هذه المواجهات. واليوم كما نعلم محافظ حضرموت اللواء طارق البستمي على انتهاء معركة الفيصل، وأيضا أعلم أنها حققت أهدافها وأنهم طهروا الوادي من الإرهابيين، وهذه المنطقة بالفعل كانت تنظيم القاعدة يتواجد فيها. اعتقد انه يعني هذه يعني معركه حقيقيه وتصب لصالح الطرف الذي يحارب الارهاب. نعم الاستاذ نبيل. نعم دكتور، الاستاذ نبيل البكيري هو الان معنا على الهواء، قال بان يعني العمليه التي حدثت
لم يسقط فيها حتى يعني قتيل واحد أو جريح، وهذا يؤكد أن هناك لاعبين دوليين تستخدم هذه العناصر في الوقت الذي تريد ولتنفيذ مصلحة معينة. ما رأيك؟ لا، هذا كان سابقا، هذا كان سابقا، كنا نشهد في النظام السابق تحدث معارك وهمية ولا يتم تغطيتها، لكن الآن هذه المنطقة وادي المسيني ومنطقة عمد لا تبعد عن محافظة المكلا، يعني مدينة المكلا التي هي عاصمة حضرموت 300 كيلو، وهناك شواهد من الأهالي وأيضا تأكيدات لبعض الأسماء التي سقطت ومعارك يعني حصلت مشهودة. أعتقد أننا يعني نحرف الحقيقة على ما نقول هذا الكلام، ربما يعني سيكون الأستاذ مريد لم تبلغه، طيب. وربما ما أدري شيء، أحيانا يعني قصور مثلا المعلومات التي بلغته، أو ربما بعض الأطراف تكون لديها أهداف سياسية. نعم، من يتساءل دكتور سعيد عن كل مرة يتم إعلان تطهير هذه المناطق سواء في شبوة سواء في أبيان سواء في حضرموت، ما أن تمر فترة بسيطة حتى تعود هذه العناصر من جديد، وإما تقتحم مقرات حكومية إما تسيطر على مراكز مديريات وتعود الصورة إلى الواجهة وكأنها لم تطهر. هل الإشكالية في أنه بعد تطهيرها يعني لا يتم تأمينها، أم ما هي الأسباب برأيك؟ هو أساسا المعركة ضد الإرهاب وضد جماعة يعني تعمل بآلية تنظيم القاعدة، يعني لا نستطيع أن نقول لها حجم محدد، ولا ليست هناك بيانات أو معلومات واضحة حتى لدى الدولة بأعداد هؤلاء وأنصارهم، ويعني هناك افتقار كبير للمعلومات حول حقيقة التنظيم وأتباعه ومدار توسعه، وبالتالي يستطيع التنظيم القاعدة، وهناك أيضا داعش ربما بدأ يعني له تواجد منهم كبيرا، وأيضا ربما تنظيمات أخرى تعمل في دائرة التطرف، هذه ممكن أن تضرب هنا أو هناك ثم تعيد يعني تعاد مرة ثانية. نعم، طيب دكتور سعيد، نعم اسمح لي أن أعود نعم. نعم دكتور، ابقى معي واسمح لي أن أعود للباحث السياسي الأستاذ نبيل البكيري. أستاذ نبيل، من يتهم يعني الإمارات، كثير تابعنا على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ومن يكتب بأن الإمارات لها مصلحة في أن تلعب بهذه الورقة من أجل أن تبسط سيطرتها على مساحة واسعة في الجنوب وتسيطر على القرار في الجنوب، إلى أي مدى هذا الطرح ممكنا؟ طبعا يؤسفني أني لم أسمع كلام الأخ سعيد القمحي لرداءة الصوت، لكن استطيع اقول هو يعني بملخص ما قال الاستاذ نبيل، بملخص ما قال الاستاذ سعيد الجمحي بان كان في السابق في النظام السابق ربما كان هناك مسرحيات يعني لعناصر تنظيم القاعدة تقتحم ثم تنسحب، اما الان فهي معارك حقيقية، وخير دليل ما قامت به النخبة الحضرمية مؤخرا في حضرموت، وهي معارك حقيقية تتابع عناصر حقيقية. نعم فضل. أنا أقول له أنه خير دليل على أنها مسرحية مكتملة الأركان هو اعتقال الزميل الصحفي رئيس تحرير الصحيفة وعوض كشميم وفصله من وظيفته واعتقاله بظروف غامضة حتى الآن، لأنه تناول هذا الموضوع وركز على أن هناك مسرحية يتم الاشتغال عليها في هذه المناطق من خلال ما تسمى بالقوات النخبة الحضرمية المدعومة إماراتيا، وهي عملية يتوخى منها إعادة تموضع هذه القوات وسيطرتها على مناطق حساسة في المناطق في وادي حضرموت وفي غيرها، وتدخل في نفوذ المؤسسة العسكرية الباسطة لسيطرتها هناك في المنطقة الأولى والثانية. وبالتالي أنا باعتقادي أنه الحديث على وجود التنظيمات الإرهابية هي في حد ذاتها، هذه التنظيمات مع وجودها هي جزء من المشهد المخابراتي الذي يدير المنطقة كلها، ما يجري في الجنوب هي لعبة مخابراتية واضحة، يتم توظيف ورقة الإرهاب مثل ما تم توظيفها في العراق وسوريا بطريقة أو بأخرى، فقط يختلف المخرج هنا أو الممول لهذه المسرحية، وهناك شواهد كثيرة على أنها مسرحية لا يمكن أن ترقى إلى ظاهرة حقيقية يمكن الخوف منها أو حسبانها على أنها تمثل خطر حقيقي على وتهدد الأمن والاستقرار. ما يهدد الأمن والاستقرار هو
تقوير مؤسسة الدولة من قبل ما يسمى بالأحزمة الأمنية والنخب، هذه القوات التي تعمل خارج مؤسسات الدولة وهي التي يتم تأدية وظائف متعددة من قبلها، أحيانا تؤدي وظيفة القاعدة وأحيانا تؤدي وظيفة داعش وأحيانا تؤدي وظيفة النخب والقبائل، لأنه أمام مسلسل مكشوف وواضح من قبل الممول الحقيقي مثل هذه العمليات الإرهابية والإجرامية المكشوفة. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ نبيل البكيري الباحث والمحلل السياسي، كنت معنا من اسطنبول. وعودة أخيرة إلى عدن مع الباحث في شؤون الإرهاب الدكتور سعيد الجمحي. دكتور سعيد، أنت أيضا مدى يعني قراءتك أو تأكيدك لهذه المعلومات التي تقول بأنها تستخدم الآن ورقة وتلعب بها الإمارات من أجل أن تبسط سيطرتها على الجنوب وتتحكم بكل شيء في الجنوب، ما رأيك أنت؟ هذا تحليل كان يقال من سابق، ويعني دائما هو على لسان من ليس معه دليل، يعني دائما يعني حتى يستخدم فقط يعني كتفسير غلام فلسفي يعني ليس واقعي حقيقة في مصر. الاستدلال بأن القبض على صحفي لأنه دليل في هذا المجال الأخ عرض تشمين، طبعا نحن جميعا نستنكر مضايقات الصحفيين أو القبض عليهم أو أي ممارسة أي أشكال العنف عليهم، لكن لا أعتقد أن هذه الحادثة لها علاقة بموضوع القاعدة وما حصل. السلطة الحضرمية هناك متمثلة بالمخاطب هي المسؤولة عن عملية القبض وغير ذلك، هناك ربما ملابسات لا نستطيع يعني كمتابعين أن نربط بين هذه الحادثتين. وعلى كل حال إذا بالفعل هناك ربط ما بين هذه الحادثة وغيرها، فأعتقد أنه سيتم القبض على العشرات بل ربما المئات، لأن هناك الكثير من الناس يتحدث عن هذه الحادثة ويهاجم فيها ويفسر يعني جعلها ذريعة لمهاجمة أطراف داخلية وخارجية، وبالذات يعني الإمارات لأنها أوراق عن الإمارات قدمت دعما كبيرا في هذه العملية ولا زالت تقدم. نحن لا ننسى أن الإمارات حتى الآن بغض النظر عن الموقف الذي يعني ربما لديكم للأسف وهكذا، يعني الإمارات حتى الآن يعني المنصات التي تدافع فيها حتى عن معارض لا زالت الصواريخ الحوثية تستهدف معارض، فهل نقول يعني كيف نفسر هذا؟ الإمارات متواجدة في حضرموت، متواجدة في قوات إماراتية كحليل أتت به الشرعية مثل ما هي السعودية، دول التحالف لا زالت تقدم الكثير، وهناك تحفظات حول دورها وحول ما يتم الترهيب ما لم الشرعية، الشرعية نعم. التي يجب أن تقول نحن نعترض على كذا وكذا، أما أن يتم تقديمه في وسائل الإعلام واستنكارات من محللين أعتقد أنها ستظل عبارة عن اتهامات لا برهان لها إن لم يقل ها. نعم طيب، أشكرك جزيل الشكر سعيد الجمحي الباحث في شؤون الإرهاب، كنت معنا من عدن. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من زوايا الحدث والتي خصصناها عن تحرير المكلا ومناطق مديريات في محافظة حضرموت كمديرية حج ووادي المسني من عناصر تنظيم القاعدة. شكرا لكم على حسن المتابعة، شكرا لضيوفي، كان معنا مطيع بامزاحم صحفي من المكلا، وأيضا الشكر للباحث في شؤون الإرهاب سعيد الجمحي، وكذلك لنبيل البكيري الباحث والمحلل السياسي. ختام الحلقة، تقبلوا تحية معدات الحلقة الزميلة شروق القاسمي، كما هي لكم مني بشير الحارتي، حتى الملتقى بحلقات جديدة من زوايا الحدث بنفس الموعد ونفس الزمان. السلام عليكم. We'll be right back.